السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصراحة أنا كنحير والله العظيم، لا كنحير فاش كنشوف هاد الخدمة اللي كيدير هاد السيد هذا، هاد الخدمة العظيمة والكبيرة اللي كيدير هاد السيد. واحد القضية أنا ما كنطبل ليه، ما كنشيت ليه، ما بينه وبينه شي مصلحة، ما تنعرفو ما شي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي كتجمعنا هو البلاد، هو مغربي وأنا مغربي، والطريقة باش يخدم هاد السيد ميمكنش ما تصفقش ليه وميمكنش ما تدعموش، امبوسيبل. كل شيء كنت كنتوقعه من فوزي القجع الا هاد التفاصيل الدقيقة واللي صراحة ما كطيحش على بال اي واحد، حتى شي واحد من هاد الرؤساء ديال المنتخبات اللي كاينين دابا في الكوت ديفوار ما طاحت عليه هاد الفكرة هادي. شوفوا هاد السيد فين وصل بالتفاني ديالو في الخدمة وبالمعقول اللي عنده، وباغي يوفر ابسط 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 الظروف اللي انت كتبان لك عادية هو باغي يوفرها للمنتخب. يعني المنتخب الوطني المغربي الا ما دار شي حاجة في هاد الكوب دافريك راه من سابع المستحيلات. علاش؟ حيت السي فوزي القجع وجد ليهم كاع الظروف. راه ما تخيلوش هادشي اللي غتشوفوا في هاد الفيديو هذا، وما يطيحش لكم على بالكم. وقبل ما نشوفوا الفيديو كاملين بغيت غير نقول لكم شنو دار فوزي القجع، وكيف ما قلت لكم هادشي اللي داروا حتى شي واحد ما يقدر يفكر فيه. كانت واحد الطريق دايزة من امام الاقامة ديال المنتخب الوطني المغربي. هاد الطريق هادي جا القجع قال لهم غادي تسدوها، يعني داروا بارير وسدوها وغيروا الاتجاه ديال السيارات اللي كيدوزوا من تما على ود الكونسنتراسيون ديال المنتخب الوطني المغربي، وحتى شي واحد ما يبرزطهم. وبلا ما نحرقوا الفيديو اجي نشوفوا كاملين شنو واقع تما. بيدرو بهذا المكان، هذا المكان الغريب اللي غادي عليكم على بالكم. هنا فندق، فندق صوفيا، هذا الفندق الجميل اللي خداته الجامعه الملكيه المغربيه مشكوره على رسم السيد فوزي القجع باش الفريق الوطني المغربي بوحده. مجموعه ديال الفرق اللي متوزعه هنا في سان بيدرو مجموعه كاينه في مكان مجموعين فيه كاملين، كاين بحال اللي شايط مجموعين، كل فرقه عندها بلاصه ديالها خاصه وعندها الامن ديالها اللي يحاميها. ولكن الفريق الوطني المغربي فضل ينتقل يخلي لهم هذيك البلاصه المنتجع السياحي، وجا هنا لهاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا معايا في الخلف ديالي، هو الفندق هذا، فندق ديال الفندق صوفيا اللي كيتوجد هنا، باحسن فندق اللي كيتوجد هنا بسان بيدرو. الفريق الوطني المغربي خداه وعاود لي التهيئه ديالو من الداخل على على الدماغ ديالو، فهمتي، على الرؤيه ديال الفريق الوطني المغربي. كيف كتشوفوا معنا متابعين شتوبي، انتم معنا هنا على هنا في الجانب ديال الفندق، فندق ديال الفريق الوطني المغربي. مشكور السيد فوزي القجع على الحاجه الوحيده الفريق الوحيد اللي دار طريق. كيف كتشوفوا معنا الطريق هي حبسات، طريق محبوسه، كتشوفوا داك السيد القصيري راه طريق محبوسه، ممنوع يدوش اي واحد، ممنوع يدوش اي واحد تما خاصه بالفريق الوطني المغربي. وداروا هنا هذا الانحراف، هذا المعرج، هذا انحراف هنا باش الناس يدوزوا من لهيه، الالور روتور يدوز من لهيه. هنا خاص هنا القجع، الله يعاونه القجع اللي يوفقه، الجامعه الملكيه المغربيه اللي وقفها يوفقها على المجهود الكبير اللي كتقوم به، مجهود خرافي، مجهود جميل، مجهود اللي خلى الناس كاملين، الناس كلهم كيتسائلوا كيفاش المنتخب المغربي بوحده هنا في هذه البلاصه. منتخب مغربي بالاكل ديالو، بالشرب ديالو، بالطبيب ديالو، حتى الاطباء، حتى لان هنا الكوت ديفوار الكوكان مع الناس المسؤولين ديال الكوت ديفوار هنا جاوا خصوا الطاقم الطبي، مجموعه ديال الفرق، كاع الفرق المتوازنه عندها طاقم طبي
اللي كيرافقهم الا فريق الوطني المغربي اللي فضل قال لهم عندهم طاقم طبي ديالنا خاص. فريق الوطني المغربي الوحيد اللي قال لهم عندهم طاقم طبي ديالنا خاص جابوه من المغرب خاص هو اللي كيصرف على الفريق الوطني المغربي. مشكورين الطاقم الطبي، مشكورين بزاف على المجهود الكبير اللي كيقوموا به، مشكور السيد فوتي القساع على المجهود الكبير اللي كيقوم به، مسؤولين الناس لا على راسهم السيد صاحب الجلاله اللي وفر واحد المجموعه انت هذه الرؤيه الجميله، وفر واحد المجموعه ديال الموارد البشريه الموارد الماليه باش الفريق الوطني المغربي يكون في امن وامان. كنت كتشوفوا معنا هنا درجه الحراره مرتفعه بزاف، واقف وكتعرق، ولكن الحمد لله هادشي كلشي بسبب الوطن، هادشي كلشي بالفريق الوطني المغربي، المجهود الكبير اللي قامت به الجمعيه المغربيه الجمعيه الوطنيه للناشرين، واحد المجهود كبير قامت به باش توفر 140 صحفي انتقلوا من المغرب الى الكوت ديفوار وتوجدوا من المأوى ديالهم، الماكله، الفطور، الشراب، الترونسبور، النقل من الفندق الى ملعب التدريب، ومن ملعب التدريب الى الفندق، ومن الفندق الى ملعب المباريات، ومن ملعب المباريات الى الفندق. كيف كتشوفوا معنا، سمحوا لي لان الدموع سميتو الشمس مع الرطوبه، الشمس مع العرق كيتحيا العيني. كيف قلت لكم الفريق الوحيد، الفريق الوحيد هنا اللي عنده طريق خاصه، طريق خاصه كيف كتشوفوا معايا انتم كنقشوا هنا تحبسات الطريق باش يكون الامن والامان للفريق الوطني. المهم امنين، ولكن زاد الشيف وجه القزاع مشكور باش يامن الفريق الوطني باش يكون في واحد اريحيه باش الكونسنتراسيون تكون مرتاحين فرحانين ناشطين. من جانب هنا في البر في الطريق كيف كتشوفوا هي هذه، حتى من جانب البحر، من جانب البحر كان وكيف مشوا خوتي الطريقه باش كيخدم هذا السيد الله يعطيه الصحه وتبارك الله عليه، وهز لينا راسنا الفوق بلا ما نهضروا على شي حاجه فوق فوق بزاف. تبارك الله على السي فوزي القجاع، والله يسخر لك الامور، وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي غدا ان شاء الله في الماتش ديالو مع جنوب افريقيا، ان شاء الله يربحوا ويفرحونا ويفرحوا فوزي القجاع اللي صراحه كيدير واحد المجهود كبير وكبير بزاف. الغرض واحد هو اعلاء الرايه المغربيه. الحمد لله دار لينا قيمه في الاتحاد الافريقي وفي الفيفا. تبارك الله عليك خويا فوزي قجاع، ولا عزاء على الحاقدين.